لا تقتصر عملية التنمية المجتمعية على قطاع دون آخر، فالقطاعان الخاص والعام مكملان لبعضهما الآخر في مساعدة المواطنين في محافظة الزرقاء على تخطي موجة الغلاء المعيشي الذي يشهده المواطن هناك. فمن خلال تكثيف جهود القطاع الخاص تتمكن الجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية من تقديم يد العون للمواطن. من الزرقاء نتابع معنا التقرير التالي. يلعب القطاع الخاص في الوقت الراهن دورا مهما في تنمية المجتمع المحلي، وذلك نتيجة لعدم قدرة القطاع العام في تحقيق الأهداف المرجوة منه. فعملية تحقيق التنمية المجتمعية في الزرقاء لا تقتصر على مشاركة الجهات والقوى الرسمية، بل هناك قوى غير رسمية كالقطاع الخاص هم شركاء أساسيين وعنصرا فاعلا غير رسمي وآلية تكميلية لتحقيق التنمية المحلية. لا شك أنه الحديث عن القطاع الخاص وهو القطاع المكمل للقطاع الحكومي، والقطاع الخاص الذي دخل في مجال الاستثمار في مجال التعليم والصحة والأمور التجارية، لا شك أنه في هذا الحديث عن القطاع الخاص في دوره في تنمية المجتمع المحلي عليه واجبات أخلاقية وقانونية، ومن ضمنها اللي هي دعم الاتحادات الرياضية وتقديم المنح الطلابية الجامعية للفقراء. ويعتبر القطاعين التجاري والصناعي الرافدين الأساسيين للمجتمع نتيجة تحملهم المسؤولية الاجتماعية تجاه الفئات المحتاجة، إضافة لدورهم بدعم الاقتصاد الوطني والجمعيات الخيرية وغيرها، خاصة أن تطور تلك القطاعات مرتبط ارتباطا وطيدا في تطوير وتفعيل دورهم تجاه المجتمع. طبعا القطاع الخاص إذا تطور القطاع الخاص بشقي الصناعة والتجاري وصار في ازدهار عند القطاع الخاص، بصير في رافد أساسي للجمعيات الخيرية، للمؤسسات الخيرية، للبلديات مثلا على مستوى محافظة الزرقاء، للغرف التجارية، لبلدية الزرقاء. محافظة الزرقاء فيها أكثر من 200 جمعية خيرية، فالقطاع الخاص رافض للقطاع للأمور هاي من أموال الزكاة، من الصدقات، من التبرعات، من إقامة المشاريع الخيرية، إقامة المشاريع الهادفة للأيتام، لدور العجزة. قيام واستمرار القطاع الخاص بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافه ورسالته التنموية والاعتراف بوجودها الدائم والمساهمة بطريقة أو بأخرى في إنجاح الأهداف المخطط لها، علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي. لبرنامج من نوفينا، محمد أبو علوان.